بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالي ريكومبوندر. كالعادة لازلنا مستأنفين مع صوت صوت الذي يكتب أ-إ-أن كما عندنا هنا. طبعا لا نتحدث هنا عن صوت الذي يكتب إ-أن، مثلا كلمة لو جاردا، كلمة لو لاب، إلى غير ذلك. هذه الكلمة طبعا في آخرها يكتب هذا الصوت، صوت أ بإي أن، مثلا كما عندنا هنا كلمة لو جارد، كما قلنا كلمة لولاب الأرنب. في هذه الكلمات صوت أ أنه يكتب إي أن، بينما الكلمة الأخرى التي رأينا مثلا كلمة لوبا، لوبا، لما، إلى غير ذلك، هذه الكلمات صوت أ فيها يكتب في آخر الكلمة بأ-إ-أن كما عندنا هنا. وهناك كلمات أخرى طبعا قليلة طبعا، مثلا كلمة لفة، أن الصوت أ يكتب أ-إ-أم كما عندنا هنا. إذا طبعا انتهينا عند هذه الجمل، أن مغص دوبا، أن باشو، لما دغوات، لما دغوات. عندنا أولا أن مغص دوبا، قطعة خبز. أول جملة كما تلاحظوا في أول الكلمة الأولى طبعا عندنا هاد إي ماجيسكيل، عندنا إي ماجيسكيل، إذن عندنا إي كبيرة. ثم عندنا أنبا شو، كما نقول حمام ساخن. في المذكر نقول أنبا شو، أما في المؤنث فنقول ساخنة شاد. طبعا نضيف أ، نضيف أ للتأنيث فتنطق هدي، أما هنا في المذكر فهدي لا تنطق. ثم عندنا لا ما دغوات، لا ما دغوات.
ثم نكمل مع هذه الصور وهذه الكلمات. Puis nous continuons avec ces images et ces mots comme nous le voyons. Et nous prenons la première image et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Nous prenons la première image, nous prenons la première image et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le train. C'est le train. Bien sûr, c'est un jouet. C'est un jouet. Et donc, il y a une lueur. تمثل قطارا. إذن عندنا لو تران. على تيت هنا لا لوكوموتيف. إذن في الرأس عندنا لا لوكوموتيف. لا لوكوموتيف. عندنا القاطرة تجر خلفها دي فاغون. يعني قاطرات. لو تران سو كومبوز دون لوكوموتيف اي دي فاغون. اي دي فاغون. القطار يتكون من قاطرة. القطار يتكون من قاطرة ومن عربات. لو تران سو كومبوز دون لوكوموتيف اي دي فاغون. نو باسون على دوزيام ايماج اي نو بوزون لا ميم كيستيون كيسكو سي. نمر للصورة الثانية ونطرح نفس السؤال كيسكو سي. ما هذا؟ سي لو بان. سي لو بان. اذا نتكلم عن الخبز. Le pain. Pour la troisième image, que représente-t-elle? بالنسبة للصورة الثالثة, ماذا تمثل? Cette image représente le pain. إذن هذه الصورة تمثل حماما. طبعا عندنا سباحة ولكن كما نتكلم عن حمام, أن الإنسان تيعوم. كما نتكلم عن عومة. Le pain. Prendre un bain. إذن تأخذ حماما. Pour la quatrième image, qu'est-ce qu'il a Michel? Qu'est-ce qu'il a Michel? Iden Michel Madarindao? Qu'est-ce qu'il a Michel? Michel a faim. Iden Michel Indao jour. Michel Indao jour. C'est pourquoi elle va manger du pain. Elle va manger du pain. Iden Wasir Kulchobzen. Pour la cinquième image, que représente-t-elle? Qui est-ce? Qui est-ce? Bien sûr, nous parlons de la personne qui se trouve sur la chaise. Nous parlons de la personne qui se trouve sur la chaise. Qui est-ce? Alors, qui est-ce? C'est le petit nain. C'est le petit nain. C'est le petit nain. Nous passons à la sixième image. نمر إلى الصورة السادسة. كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ سي لما. سي لما. نتكلم عن اليد. نو باسون اليماج سويفونت. نمر إلى الصورة الموالية. إي نو بوزون لا كيستيون كيسكو سي؟ ونطرح السؤال كيسكو سي؟ ماذا؟ سي لا جيمون. إي لو بولان. فوالا لا جيمون. إي فوالا لو بولان. ابن الفرس. لا جيمون اي لو بولان. نو باسون على ديرنيغ ايماج اي نو بوزو لا كيستيون كومون ايل سون لي ساك. كيف هي هاد الاكياس؟ كيف هي هاد الاكياس؟ اذن لي ساك سون رومبلي دو غران. لي ساك سون رومبلي دو غران. الاكياس مملوءة بحبوب. On a des sacs remplis de grains. Des sacs remplis de grains. Iden, akiasun mamlu'atun bihuboub. Taban adana le verbe remplir. Le verbe remplir. Yani fi'l mala'a. Walakin hna tentkelmou ala des sacs hiya li rempli. Hiya li mamlu'a. Des sacs remplis de grains. مملوءة بحبوب. Ensuite, nous passons à ce paragraphe pour voir des mots avec ion. D'autres mots avec ien et des mots avec un. إلى قلبنا الأحرف تتغير الصوت. نفس الأحرف عندنا هنا.
اي ا ان اي ا ان، ولكن الترتيب مختلف. اذا هنا عندنا اي ا ان تنطق يون، ا اي ان تنطق اه، اما اي ا ان فتنطق يه يه. Nous prenons tout d'abord les premiers mots. Nous prenons les mots qui comprennent ion. Et dans notre kalimat mutadammina lhad sawt ion. Par exemple, en riant, dahikan, en riant. Ra'ayna hadha as-sigha hadhihi fima sabaq wa qulna bi anna hadha yadkhul fi ma yusamma fi al-lugha al-faransiya bil mod lo gerondif. Taban lo mod lo gerondif hadha nou' min as-sarf taban, walakin tiyakhud fi al-fi'l واحد الصيغه معينه. الصيغه التي تاخذها هي هذه بسهوله، اننا تنوضع اون ثم تنوضع الفعل تزيد له ا ان تي، نضيف له في اخره ا ان تي. مثلا لو فير غير نقول غيون، اذا طبعا نحذف الاخر ديالو ثم نضع غيون ثم نضع ا ان تي. اون غيون يعني ضاحكا. طبعا هاد غيون تعني ضحكا، نضيف اون لربط العبارة. نقول مثلا جو مونج، انا اكل اون غيون ضاحكا. جو بارل، انا اتكلم اون غيون يعني ضاحكا. او نقول مثلا جو مونج اون بارلون، انا اكل متكلما بارلون اون بارلون. اذا طبعا عندنا هاد اون زائد لو بارتيسيب بريزون ديال الفعل تتعطينا ما يسمى بلو جيرونديف. إذن هذا بوحدو تتسمى لو بارتيسيب بريزون. في حالة فاش تنحذفو النهاية ديال الفعل ونضع ا ان تي، هذا تتسمى لو بارتيسيب بريزون. هاد الأمر هذا غنشوفوه فيما بعد، فقط نذكر به الآن. ثم نضيف له هاد اون. إذن نقول مثلا جو بارل اون مارشون، أنا أتكلم ماشيا. جو بارل اون مارشون. كما تلاحظوا بان هاد الصيغه بهذا الشكل تتفيد التزامنيه، تتفيد التزامنيه. نتكلم عن جوج الافعال في زمن واحد، انهم تيوقعوا في زمن واحد. جوج الافعال واقعين في زمن واحد، مثلا الفعل ديال الكلام وفعل ديال المشي. جو بارل، انا اتكلم اون مارشون، اون مارشون، انا اتكلم ماشيا. جوج الافعال في زمن واحد. اذا نتكلم عن التزامنيه، يعني ان الفعل تيوقع في نفس الزمن ديال الفعل الاخر. الذي يهمنا ان هاد الصيغه تنتهي انها تتضمن اي ا ان. اذا اون غيون، اون غيون، طبعا الطي لا تنطق، ضاحكا. وهذه تنستعملوها مع كل الافعال الا بغينا نفيدو هذا المعنى اللي عندنا الان. ثم عندنا لو مونديون الا، الشحات، الشحات موجود هنا، الشخص الذي يتسول، المتسول موجود هنا. لو مونديون الا بوليمو comprenons ي. بالنسبة للكلمات المتضمنة للصوت ي، par exemple tiens، خذ. طبعا كما رأينا c'est le verbe tenir، c'est le verbe tenir، c'est le verbe tenir. هذا فعل أخذ باليد، تتأخذ باليد، تتشد. كما رأينا tiens moi bien، tiens moi bien يعني شدني مزيان. أو كما عندنا هنا tiens، خذ. طبعا هنا مصرف الامر، تقول لشخص تيه تيه يعني خد، او في الامر نقول توني توني يعني خدو. ثم عندنا لو شيان، لو شيان الكلب، لو شيان. ثم عندنا il n'a plus rien، هو لم يعد عنده شيء. هاد العباره اللي عندنا هنا الا خديناها اولا بدون هاد لا نيغاسيون، شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا إل أ، إل أ هو عنده. ببساطة عندنا هنا الصرف ديال لو فيرب أفواغ، عندنا صرف أفواغ
وهو اللي تيجينا بعض مرات كمساعد ملي تنصرفوا شي فعل اخر في زمن مركب، مثلا لو باس كومبوزي، مثلا لو بلوس كو بارفي الى غير ذلك. ملي تنصرفوا فعل اخر في لو باس كومبوزي مثلا، اذا طبعا تنصرفوا هاد افواغ في البريزون وتنزيدوا موراه الفعل. مثلا نقول il a parlé، هو تكلم. il a mangé، هو اكل. il a mangé، اذا عندنا لو فيرب مانجي تيجي من بعد هذا المساعد، من بعد هذا الفعل، ولكن في هذه الحاله كما قلنا تيولي مساعد، تيساعدنا باش نصرفوا فعل اخر. ولكن هنا هاد افواغ كما تلاحظوا تيجي موراه اسم غير ولا شيء، اذا ما تيجيش موراه فعل. اذا هنا تيكون فعل لانه ماشي مساعد باش يساعدنا باش نصرفوا فعل اخر، تيولي هو بيدو فعل لانه هو المستهدف هنا. إل أ هو عنده، تيولي فيد الملكيه. اذا إل أ هو عنده او هو يملك، هنا غير ولا شيء. طبعا في حاله لا نيغاسيون طبعا هاد نو تتكون ديما، ولكن هادو ملي تتغيروا ممكن نقول إل نا با هو ليس عنده، إل نا بلو هو لم يعد عنده كما عندنا هنا، او نقول il n'a jamais. il n'a jamais، ولكن في هذه الحالة يكون عندنا موراه فعل. مثلا نقول il n'a jamais parlé، هو لم يتكلم قط. il n'a jamais parlé، اذا هو لم يتكلم قط. او كما عندنا هنا اننا نقول il n'a plus rien، هو لم يعد عنده ولا شيء. كما عندنا il n'a plus rien، هو لم يعد عنده ولا شيء. ولكن يجب ان نفرق بين هذه الصيغه وبين ملي تنضيفو ايغريك. نقول مثلا il n'y a plus rien، il n'y a plus rien، هذه المقصود بها بانه لم يعد هناك ولا شيء. ولا شيء، لم يعد هناك ولا شيء. نقول مثلا il n'y a plus rien، il n'y a plus rien de fleur مثلا. اذا لم يعد هناك ولا شيء من الازهار مثلا. اذا هنا تكون عندنا هاد ايغريك. نقول مثلا إليا، إليا يعني موجود هناك، إليا يعني هناك. إليا ماشي بحال بحال إل أ، إل أ هو عنده، إل أ دي فلوغ، إذا هو عنده أزهار. ولكن عندما نقول إليا دي فلوغ هناك أزهار. نقول مثلا دون سو جاردان إليا دي فلوغ، في هذه الحديقة هناك أزهار. إذا دون سو جاردان إل يا دي فلوغ، لا يمكن أن نقول مثلا دون سو جاردان إل أ دي فلوغ، أن المعنى تتغير. إذا في هذه الحديقة هو عنده أزهار، يجب أن نذكر من هو الذي عنده هاد الأزهار. ولكن عندما نقول دون سو جاردان إل يا دي فلوغ، في هذه الحديقة هناك أزهار. إذا عندما نقول إل نيا بلو، إذا المقصود بأنه لم يعد هناك، لأن هاد بلي تتعني بأنه كان ولم يعد. إذا الذي يهمنا هنا أننا نتحدث هنا عن كلمات متضمنة لهذا الصوت يا، تيان، لو شيان، إل نا بلي غيان، إل نا بلي غيان. ثم عندنا الصوت أن كما عندنا هنا الذي يكتب بأ إي أن، مثلا دوبان، دون مو دوبان. إذا أعطيني من الخبز، مثلا لوبا كما نرويون سي، فوالا غوني، غوني بخون أن با. إذا نتكلم عن غوني يأخذ حماما، لوبا، لوبا. أونسويت هنا لوغغان، لوغغان. إذا نتكلم عن الحبوب، طبعا تأتي هنا بصيغة المفرد كما نقول حبة، ولكن المقصود بها الحبوب، لوغغان. كما عندنا هنا دي ساك رومبلي دو غران. ثم عندنا لما، لما اليد، لما فوالا سي لما. نو باسون او باراغراف سويفون، نمر الى الفقره المواليه. اي نو برونو لا بروميير فراز، مينا ابري ان با، مينا ابري ان با، مينا ابري ان با.
elle est bien propre. إذن مينا أخذت عندنا هنا لو فيرب بروندر، هنا لو فيرب بروندر، إذن عندنا فعل أخذ. هنا كان ممكن نقول مينا بخون أن به، مينا تأخذ الآن أن به، تأخذ حماما، ولكن ماذا قلنا هنا؟ قلنا مينا أبخي، هذا هو اللي كنا نتكلموا عليه قبل قليل، عندنا أفواغ جنب بعد منه فعل. اللي هو لو فيرب بروندر، إذا هنا هاد أفوا هو هنا مساعد، ساعدنا باش نصرفوا هاد الفعل باش نحصلوا في النهاية على لو باسي كومبوزي. مينا أبخي، إذا مينا أخذت أن بان، أخذت حماما. إلي بيان بروبر، إذا هي نظيفة جدا. إلي بيان بروبر، هي نظيفة بروبر. نظيف أو نظيفة، بيان جيدا، إلي بيان بروبر، هي نظيفة جيدا، هي نظيفة جدا. بو لا دوزيام فخاز، دومان، إذا في الغد، دومان يعني غدا، تو مينغا، تو مينغا لو شيان أو فيتيرينيغ، تو مينغا لو شيان أو فيتيرينيغ، دومان في الغد. Tu mèneras. طبعا نتكلم على لو فيرب مني، سي لو فيرب مني، فعل مني تأخذ بيد شخص مثلا لتذهب به إلى مكان معين. إذا نتكلم على لو فيرب مني، مثلا ممكن نتكلم عن مني أن أونفون أ ليكول، أنك تأخذ طفلا إلى المدرسة. هنا عندنا tu mèneras، أنت ستأخذ، أنت ستأخذ باليد كما نقول إلى مكان معين. شنو غتاخذ؟ لو شيان، غتاخذ الكلب أو فيتيرينيغ، إلى الطبيب البيطري، نتكلم هنا عن طبيب الحيوانات، إذن يسمى لو فيتيرينيغ كما عندنا هنا. إذن دومان تو مينغا لو شيان أو فيتيرينيغ، دومان تو مينغا لو شيان أو فيتيرينيغ، غدا أنت ستقود كما نقول أو تأخذ لو شيان الكلب أو فيتيرينيغ إلى طبيب الحيوانات، إلى الطبيب البيطري. طبعا عندنا لو فيرب موني كما تلاحظوا مصرف في لو فيتور سامبل، لأننا تنتكلموا على دوما، تنتكلموا على غدا، إذا غدا طبعا الفعل غيتصرف في المستقبل. عندنا لو فيرب موني conjugué au futur simple. Nous prenons la troisième phrase. Il n'y a plus de pain. إذن هنا لم يعد هناك خبز كما قلنا قبل قليل. عندما نقول il y a بدون هاد لانيغاسيون، بدون هاد، بدون نفي، سنقول il y a. Il y a de pain يعني هناك خبز، كما قلنا قبل قليل il y a des fleurs. Il y a des fleurs، هناك أزهار. Il y a de pain، هناك خبز. أما عندما نقول il n'y a pas de pain، il n'y a pas de pain، ليس هناك خبز. ولكن عندما نقول il n'y a plus de pain، ولكن عندما نقول il n'y a plus de pain، هذه المقصود بها بأنه لم يعد هناك خبز، يعني أن الخبز كان وما بقاش. إذن كما قلنا بأنه يجب التفريق بين هاد أنواع لا نيغاسيون، بين أنواع النفي اللي كان في اللغة الفرنسية. فعندما نقول مثلا كما عندنا هنا il n'y a plus de pain، نقصد هنا بأن الخبز كان ولم يعد. ولكن عندما نقول il n'y a pas de pain، هنا تنتكلم بأنه ليس هناك خبز. واش كان ما كانش، واش كان أو ما كانش، الله أعلم، إذا لا نعرف، ولكن أنه ليس هناك خبز، هذا هو المهم، ما كانش تما الخبز، واش كان قبل وما بقاش، أو أنه ما كانش بالمرة، المهم أنه ما كانش، il n'y a pas de pain. أما إذا قلنا كما عندنا هنا، il n'y a plus de pain، إذا هذا تعني بأن الخبز كان وما بقاش، إذا هذا هو المقصود في الكلام. ثم عندنا va vite chez le boulanger،
ما في تشيلو بولانجي، اذهب بسرعة عند الخباز. إذا مادام أن الخبز لم يبقى، va vite chez le boulanger، اذهب بسرعة عند الخباز. va vite chez le boulanger. إذا كما قلنا en riant le mendiant est là، tiens le chien، il n'y a plus rien، du pain، le bain، le grain، la main. Mina a pris un bain، Mina a pris un bain، elle est bien propre، demain tu mèneras le chien au vétérinaire. Il n'y a plus de pain. Va vite chez le boulanger. إذا نستأنف الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.